تم تدمير أكثر من 3 أطقم كما تشاهدون الآن. هذه أطقم الميليشيات تحترق، الطقم الأول، الطقم الثاني، الطقم الثالث. وأطقم كثيرة لم تراها عدسة الكاميرا، لكن القذائف المدفعية دمرتها، وذلك في ساحة المعركة المشتعلة بمنطقة عدوان الواقعة بين مأرب والجوف. فقد شنت الميليشيات الحوثية هجوما محاولة الاختراق والتقدم، لكنها صفعت وتكبدت هزيمة وخسارة في عتادها وأرواح عناصرها. وبعد توفيق الله تم حمران العيون، التفينا عليهم قوات الدروع والصقور والشهب، التفينا من الخلف عليهم، وفق الله بعض ضربات قوية، وشارك فيها الطيران التحالف بضربات موفقة، ضرب فيها مجموعة عربات وأطقم أفراد. الله أكبر. وفي قعر الصحراء ترى العناصر الحوثية صريعة، وإلى جوارها تربض أطقمها معطوبة مهزومة. وعلى امتداد المحاور القتالية بمحافظة الجوف يخوض أبطال الجيش الوطني معركة عنيفة تمكنوا خلالها من إحراز تقدمات كبيرة. وتأتي أهمية التقدمات الأخيرة في صحاري الجوف من أنها مكنت المحاور القتالية من الالتحام مع بعضها البعض، والتموضع القتالي الذي يمكنها من مهاجمة الأوكار الحوثية وقطع خطوط إمدادها. عبدالله البوري، سهيل.